وللمزيد من المتابعة عن فعاليات الملتقى 27 لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسين. إليك أحمد. نعم زملائي، تحية لكم. بالفعل انطلقت صباح اليوم فعاليات الملتقى 27 لتبادل عروض طلاب الجامعات العربية، والذي يقام تحت رعاية المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي. نحن نتحدث عن نحو 40 جامعة عربية تشارك في فعاليات هذا الملتقى 27 من نحو 12 دولة عربية، ومن بين هذه الدول العربية بالإضافة إلى مصر، السعودية والإمارات وعمان، وكذلك اليمن والعراق، وعدد من الدول العربية. من الجامعات المشاركة من مصر هناك جامعة طنطا والفيوم، وكذلك جامعة المنوفية، بهدف تعزيز أواصر العلاقات بين مختلف طلاب الجامعات العربية. تحدثت مع الدكتور فواز الزغول مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، والذي أكد لي حرص المجلس على إقامة فعاليات هذا الملتقى حتى في ظل الظروف التي شهدتها وشهدها العالم أجمع من جائحة كورونا، وكانت هناك أيضا إجراءات متخذة في هذا الإطار. وأكد لي أيضا أن الهدف من فعاليات هذا الملتقى 27 هو أن يكون هناك بعدا أكاديميا وبعدا ثقافيا لترسيخ العادات والتقاليد، سواء على مستوى الطلاب أو أيضا على مستوى أعضاء هيئة التدريس من مختلف الدول العربية والجامعات العربية التي تشارك في فعاليات هذا الملتقى 27. وأيضا هذا الملتقى يستمر حتى يوم 17 من مارس الجاري، ونتابعه معكم لحظة بلحظة لأهميته الكبيرة في التبادل المعرفي وتبادل الخبرات بين مختلف طلاب الجامعات العربية. وأشير أيضا إلى أن الجامعات العربية ومصر وفرت أيضا في خلال البرنامج التدريبي لضيوفها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الدول العربية مجموعة من البرامج لزيارة معالم مصر التاريخية، ومنها متحف الحضارة، وكذلك الأهرامات أو أهرامات الجيزة، وغيرها من الزيارات الثقافية والتاريخية التي تثري لديهم هذا البرنامج التدريبي لمختلف الدول العربية من نحو 40 جامعة عربية من 12 دولة عربية. إليكم زملائي في الاستوديو.